ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. بعد وفاة الطفل المغربي ريان إثر سقوطه ببئر وبقائه لأيام، أمرت ولاية المسيلة الجزائرية أصحاب الآبار الفلاحين والمواطنين بتأمينها وتغطيتها لتفادي الحوادث. وفي بيان لها أوضحت ولاية المسيلة أن القرار جاء تبعا لما تم تسجيله في الآونة الأخيرة من حوادث تتعلق أساسا بعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة من طرف المواطنين والفلاحين والمستثمرين للحماية والتأمين من مخاطر الآبار المفتوحة والأحواض المائية، حيث طلبت المصالح المعنية من أصحاب الآبار اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة قصد تأمينها بالشكل الملائم والذي يحقق الحماية المرجوة للمواطنين وكذا حماية للحيوانات.